تاعك لازم تعطي يعني كل الابعاد آه انا نحكم كلمه قلتها يعني ابعدنا من تنظيم كان حنا قبل ما تقول ابعدنا من تنظيم كان نظمنا شان يعني على احسن نظن مستوى. مستوى والدوله وضعت كل الامكانيات من حيث المنشات الاموال اللوجيستيك يعني الدوله لاميتو لي انا اليوم اتساءل لما الدوله تحط لك كل الامكانيات وانت يعني من جهه اخرى تلقى يعني آه على راس الفاف ولا في, د في الفاف تلقى ناس ما قدروش يلحقوا للمبتغى تسمى يا يعني بروبليم باسكو الدوله راهي تلعب ان كرون ديكالاج راهي تلعب بالفوق والفاف راهي لتحت ما يشتبع ما يشتبع كاين مشكل المشكل هذا سهل الاطروحه تاعك الاخ حسام لازم يعني لا بروبليماتيك كون تو لا بوز تي دو سو ديفيرون فاكتور وعلاش في 2019 ما كنا في حتى هيئه او كاس افريقيا لازم ثاني نطرح سؤال بهذه الطريقه اليوم هل انا نقول لك سي سي با معيار باش تكون نعم لازم تكون لازم تكون, لازم تكون لأشياء اخرى لان تقدر تستفيد من كثير من الاشياء ولكن ما تكونش في الكار. سامحني سامحني سم. الاخ حسام مم. طرحت لي سؤال خليني نكمل ومن بعد دير تعقيب تحب مم. دو كان نشوف لي, لي رجعوه غول افريقيا لي يعني عنده العلب السوداء لكاسنوار نوار يفوت الى الربع النهائي اليوم هذا سي با ديفوني يعني معيار لي لازم تقول لي نعم لازم الجزائر كبلد كبير بحجم الجزائر وقوتها ويعني سيادتها وتشوف يعني احنا عندنا سياسيين محنكين نعم لازم انت تبع السياسه الخارجيه تاعنا من الاقوياء لازم في الكرة القدم وفي الرياضه يكون عندك ايضا سياسه ب يعني المنتهجه ولكن لما انا وين ما كنتش نشطر رأي موما هذه الجبهه الداخليه نو حنا اون ان بي ديموكراتيك فو با تو انا كي تكون حاجه ماشي مليحه لازم ننبه لما ننبه ليس يعني ظلما ولا حسدا ولا باسكو راني نمشي مع اكس ولا مع ايكغريك اليوم انا نقول لك لما يعني بلادك كان عندك ثلاث رؤساء في في ظرف وجيز هذا ما خدمكش مثلا لما تشوف ان ما كاش يعني الناس اللي راهي تطبق يعني اليوم انا نعطيك الدوله حطت لك كل شيء اليوم الملاعب اللي قعدت 20 سنه ما حضرتش في ظرف وجيز في اقل من عامين بفضل هذه حقيقه احنا ما ناشهنا باش نزكيوا احد ولكن حقيقه دولة حضرت لكل الملاعب قدرت تنظم العاب البحر الابيض المتوسط قدرت تنظم الشان باعلى اعلى اعلى مستوى وزيد على ذلك انا أتكلم لك على نقطه اخرى الكاف جمعيه مافياويه الكاف هذه ايضا فيها مافيا الحق يقال هذو الناس يشروا لهم الذمم نتاعهم حقيقه لازم لازم تسميو الاسماء بمسمياتها هاد الناس هادو لحقوا ان سيرتان دوغري لما تشوف أنت موتسيبي ويصرح في الجزائر ويصرح في المغرب وكيف يعني تعامل مع الملفات تشوف لي كاين هناك يا أخي كاين 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 استهزأ بينه صح القول؟ لا استهزأ علاش استهزأ؟ الكلام الذي كان يقوله هنا نعم في الجزائر خيل لي أنه قال اليوم لما تقول لي أنا أقول لك لازم الفيدرالية تقوي روحها أولا أنا أقول لك في وقت سابق حنا ولو وهذا ما قالو سامحني في وقت سابق لا في وقت سابق <applause> هياك انا واحد ونقول الحقيقه الرئيس السابق محمد روراوه ولو حنا بلا كنا نلوموه كثير على لو فوتبول ناسيونال على يعني سو لو بلون لوكال ولكن مع مرور الوقت نقول لك بلي الوقت انصفه ونقول لك وعلاش باسكو شفت بلي كاع اللي تداولوا ما قدروش يسقبوا الفوتبول ناسيونال تسمى المشكل ماهوش فيه ولكن سو لو بلون انترناسيونال انتهج سياسي السياسه اللي كانت تقريبا نقدر نقول لك ناجحه قدر يدخل لي بيرو تاع الكاف والفيفا قدر يعني ولكن هل هذا خلى الجزائر ربحت كؤوس لا شوف اليوم اذا حبينا نبدلوا الاشياء انا نقول لك لما تجيب ناخب ناخب لازم يولي المكان ما لازمش يولي الناخب هو الامر الناهي والناخب هو كل شيء لان هذه الاشياء اني ضرت بالمنتخب الوطني لان سيرتا مو لازم كل واحد يقعد في مسؤولياته انت ناخب لازم الناخب لما يفشل يمد ان بيلون لي من يمدو ان دي تي ان. هل كان عندك ان دي تي ان انت ستاب شحال دي تي ان جاز على الـ الـ الفيدراليه نعطيك في خمس سنوات شحال في خمس سنوات اسكن دي تي نتكلم على الـ الـ الدي تي ان الحالي اللي الحق ما عندوش بزاف نتكلم على مادة تقريبا خمس سنوات سي سا كونتونتير ان بيلون اون دوا فير ان بيلون بعيدا عن الاشخاص اليوم لما تقول لي نعطيك انا المثال الاخر الرئيس الحالي عنده مثلا العهده تاعو خلاص تخلص ما عندوش الوقت ماقدرش ما نلوم وانا هو ثاني لان العهده تكمله العهد. العهده <تكلمة> تكمله لعهده عهده اولمبيه انا نعطيك وقت عهده اولمبيه لازم كدير لي مكتب فيدرالي لازم يكون عنده السياده في يعني اتخاذ القرارات لازم يكون عندك اون دي تي ان لي تحاسب مدرب وطني كالك سوا لا كاتيجوري لي يدربها لا ا ولا او 17 لازم لا دي تي ان ال دو دي بيلون تي تيري دي وعلاش الإخفاق واش بدانا لهذا الاخفاق اذا إيه إحنا حنا كثير من الاخطاء ارتكبناها لان اليوم حنا زمان كنا نتكلموا على المنشات الدوله عطاتك المنشات عطاتك كل شيء ولكن هل اليوم عندنا خطه نتمشاو عليها على المدى المتوسط والبعيد اذا إيه عندك خطه اليوم هنا نقول لك نعم اون دوا يعني كولابوري و ترافايي دون هذا لوسونس لان باش تقول لي المنتخب الوطني المنتخب الوطني اخي سوني كان سيغمون اليوم البطوله الوطنيه هل راهي تمول بعز يعني الملايين اللي تصرف هذه البطوله البطوله الوطنيه ما تعطيك لاعبين للمنتخب الوطني هذا المشكل ثاني هل المشكل في اللاعبين ولا هل المشكل في هذا يعني الناخب الوطني اللي ماهوش يشوف البطوله الوطنيه اون يعني توسا اون دوا فير دي سيونس اي دي سيونس ونعاودوا نحطوا بهذا اللي تقدر تلحق الجزائر الى بين الامان في الرياضه اذا ما تخدمش هكذا سا جبريكولاج دو بريكولاج يعني نديرو سكون ابيل اون فا غير نلصقو نلصقو هذا العام ومن بعد تعاود تنحي اللصقه تعاود تلصق هنا ما نروحوش بعيد لازم سيسترق تضافر سيسترق يعني. تضافر الجهود لازم اللي يقدر يعطي آه عفسه نجيبوه آه، 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 لازم نتعاونو يبيه... ما لازمش اليوم خلصة... نقعدوا هذه هي هنا في هذه نعم ولكن اذا باش تقول لي واحد ما يديرش خدمته انا نشكره لا, على. ما انا, أنا شوف في كل جامعي. في كل محطه جامعي لي جامعي لي ما... لما ما يديرش عفسه لازم تقول ما دارهاش ليس كرها له ولا لان كل الاشياء اليوم هذا لو بروبليم تاع كي se pose à chaque fois contre l'Algérie, on doit faire vraiment un rapport لازم oui, نروحوا oui, الى oui. ابعد حد ما نحبسوش في الكاس في نروح في نروحوا الى سامحني, سامحني. سامحني. لازم نروحوا المحكمة، المحكمه الدوليه نروحوا للطاس نروحوا لازم نروحوا للسيو نروحوا لا لازم اليوم ما نخلوش الناس تتعدى علينا آه. لان آه. عندنا احنا ايضا سيادتنا م. لان هذه الرياضه راهي ريبريزونت ان درابو والدرابو هذا تي دو ريبريزونتي وزيد 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 كثير من العوامل اللي تخليك لما تدخل دواليب الكاف ما تدخلش بور لا فيغوراسيون لازم انا كي ندخل دواليب الكاف لازم نحكم لان السابق دخلنا لما دخلنا دخلنا لما دخلنا ليكزيكوتيف تاع الكاف ما كناش نحكموا حقرونا لازم كي ندخل الكاف لازم نولي انا ايضا نحكم ولازم انا لازم يصغى الي وهو كذا